السلام عليكم ورحمة الله. حبايب قلبي طلبة صف الثاني الثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمرو سالم من قناة الكيمي، والنهارده بإذن الله هنفرم ونطحن مع بعض الباب الثالث، وهو باب الروابط. يلا بينا. في البداية علشان نكون متفقين، الباب ده رغم ان هو طويل بس باب ممتع جدا، لانه باب بيعتمد على الفهم بشكل كبير، وفي بعض الحاجات اللي نقدر نحفظها. طيب هنشرح الباب ده وهنظبطه لك جدا، ولكن قبل ما نشرح لازم ننوه عن 3 حاجات. الحاجة الأولى ان كل الكلام اللي احنا هنشرحه ده احنا هنقدمه لك في مذكرة PDF هتلاقيها في وصف الفيديو. رقم 2، بعد لما تخلص هتلاقي فيه امتحان الكتروني برضه في وصف الفيديو تقدر تقيس مستواك من خلاله. رقم 3، في بنك اسئلة الكتروني لو انت حابب تشترك معانا تقدر تكلمنا عن الرقم الخاص بينا. يلا بينا نبدأ عشان ما نضيعش. بداية كده بسم الله الرحمن الرحيم، انواع الروابط. تعالى كده لما نبص على الروابط من بعيد خالص هتلاقي ان الروابط ممكن تتكون في النواتج، وممكن تتكسر في المتفاعلات، وده المفهوم بتاع التفاعل الكيميائي. يبقى كلمة التفاعل الكيميائي معناها كسر الروابط في المتفاعلات وتكوين روابط جديدة في النواتج، بغرض ان يكون عندنا تغير في او تنوع في المركبات عشان نقدر نعمل عملية سد للاحتياج الحاجات اللي احنا عاوزينها. طب ايه هي انواع الروابط؟ عندي انواع الروابط حاجتين، يا اما رابطة كيميائية او رابطة فيزيائية. ايه الفرق ما بينهم؟ الرابطة الكيميائية فيها الكترونات، والالكترون هنا تقدر تعمل له عملية فقد، او تقدر تعمل له عملية اكتساب، او نقدر نعمل له عملية مشاركة. يبقى انا دلوقتي عندي يا مستر الرابطة الكيميائية بتيجي نتيجة ان في الكترون قدرت تعمل له فقد او اكتساب او مشاركة. طيب الانواع بتاع الرابطة الكيميائية، اولا هتلاقي عندك روابط ايونية، ثانيا هتلاقي عند سيادتك روابط تساهمية بالتلات أنواع بتوعها، ثالثا هتلاقي عند سيادتك روابط تناسقية، ودي هنتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي. أما الروابط الفيزيائية دي بتكون نتيجة حدوث تجاذب، والتجاذب هنا مش شرط يكون عند سيادتك فقد أو اكتساب أو مشاركة بالإلكترون، لا، التجاذب اللي بيحصل بيكون نتيجة حاجة معينة هنتكلم فيها. طب الروابط الفيزيائية زي إيه؟ زي مثلا الروابط الهيدروجينية، ودي اللي هنبدأ بيها إن شاء الله، أو الروابط الفلزية. طب لحد هنا كلام سليم وكلام بسيط جدا. تعال بقى لما نبص على أنواع الروابط الفيزيائية. مبدئيا الرابطة الهيدروجينية باينة خالص من اسمها إن هي عبارة عن قنطرة، أو نقدر نقول كوبري. الكوبري ده بيتكون نتيجة ايه؟ ان عند سيادتك ذرة هيدروجين مرتبطة برابطة تساهمية قطبية مع عنصر اكس، الاكس دي اعلى منها في السالبية الكهربية، فبيقدر الهيدروجين يرتبط مع الذرة التانية برابطة ايه؟ هيدروجينية، او يقدر يعمل معاها كوبري هيدروجيني او قنطرة هيدروجينية. يبقى كده الرابطة الهيدروجينية معناها إن هي عبارة عن تجاذب بيحدث بين الهيدروجين المرتبط برابطة تساهمية قطبية. إذا نوعية الرابطة اللي أنت مرتبط بها هنا دي لازم تكون إيه؟ لازم تكون تساهمية قطبية. لحد هنا كلام سليم، وخلي بالك من كلمة تساهمية قطبية علشان هتفرق معانا دلوقتي. طب يا ترى عندنا أمثلة على كده يا مستر؟ آه، لو أنا جيت دلوقتي شفت مثلا مركب زي الـ HF، آدي H مرتبط بالاف، وادي اتش مرتبط بالاف، وادي اتش مرتبط بالاف. لحد هنا كلام سليم وكلام جميل جدا. طب يا ترى بقى يا مستر الجزء ده ايه علاقته بده، والجزء ده ايه علاقته بده؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. لما نيجي نبص هنا مع بعض للهيدروجين هتلاقي ان هو حقق اول شرط، مرتبط بذره عن طريق رابطة تساهمية قطبية، فتلاقي ان الجزء ده على بعضه والجزء ده على بعضه ما بينهم تجاذب. التجاذب ده اللي بيفسره وجود ان الهيدروجين ده وقع ما بين ذرتين اعلى منه في السالبية الكهربية، وده الشرط الثاني. طيب نفس الحكاية، الجزء ده مرتبط بالجزء ده عن طريق ايه؟ عن طريق تجاذب هيدروجيني. التجاذب الهيدروجيني ده نتيجة إن الهيدروجين مرتبط بذرة الفلور برابطة تساهمية قطبية، وهنا
الهيدروجين وقع ما بين ذرتين أعلى منه في السالبية الكهربية. طب يا مستر تعالى لما ناخد مثال المية، عند سيادتك آدي O مرتبطة بالهيدروجين وهنا مرتبطة بالهيدروجين، وآدي O مرتبطة بالهيدروجين وهنا مرتبطة بالهيدروجين، وآدي O مرتبط بالهيدروجين وهنا مرتبط بالهيدروجين. يعني عاوز أقول لسيادتك إن ده مركب أو ده جزيء خاص بحاله أهو، و ده جزيء برضه خاص بحاله أهو، وده جزيء برضه خاص بحاله أهوت. لحد هنا كلام بسيط وكلام سليم خالص ومفيش أي حاجة معقدة. الجزيئات دي بترتبط مع بعضها إزاي؟ أقول لسيادتك. دلوقتي لما نيجي نبص على الهيدروجينة دي هتلاقي إن هي إيه؟ الهيدروجينة اللي قدام سيادتك مرتبطة برابطة تساهمية قطبية أهي، وفي نفس الوقت واقعة ما بين الأكسجينة دي والأكسجينة دي أعلى منها في السلبية الكهربية، فالجزيء ده على بعضه والجزيء ده على بعضه يبقى في تجاذب هيدروجيني ما بينهم بسبب إن الهيدروجينة واقعة ما بين ذرتين أعلى منها في السلبية الكهربية. التجاذب ده بقى بنقول عليه إيه؟ ارتباط هيدروجيني أو كوبري أو قنطرة هيدروجينية. نفس الكلام لما تيجي تبص للهيدروجينة ده هتلاقي إن هي واقعة ما بين الأكسجينة والأكسجينة الأعلى منها في السالبية الكهربية، فيبقى في تجاذب ما بين الجزيء ده والجزيء ده عن طريق الهيدروجين، فبنقول إن التجاذب ده تجاذب هيدروجيني. وزي ما أنا قلت لك في بداية الفيديو إن الرابطة الفيزيائية بتكون عبارة عن نوع من التجاذب، أما الكيميائية في عندي إلكترون عمل فقد أو اكتساب أو مشاركة بالإلكترونات. لحد هنا كلام بسيط وكلام سليم خالص. في بقى الجزئية اللي بعد كده اللي هي ملحوظات هامة على الرابطة الهيدروجينية. لما نيجي نشوف أولا السالبية، احنا عرفنا إن الرابطة الهيدروجينية بتتكون نتيجة إن الهيدروجين بيقع بين ذرتين أعلى منه في السالبية الكهربية. كل ما كان فرق السالبية زاد ما بين الهيدروجين والذرة اللي معاه، ده معناها ان هو يقدر يكون رابطة هيدروجينية قوية. فبالتالي كل ما السالبية بتزيد معناها ان قوة الرابطة تزداد. حلو. طب الاشكال هتلاقي عند سيادتك تلات اشكال بسيط جدا، يا اما انت تكون سلسلة مستمرة أو سلسلة متفرعة أو تكون شكل حلقي. يبقى أشكال الروابط الهيدروجينية أو الجزيئات التساهمية لما تربط مع بعضها بروابط هيدروجينية تقدر تكون لك ثلاث أشكال، يا إما سلسلة مستمرة، ودي معناها إن سيادتك هتلاقي الجزيئات رتبت نفسها في شكل خط، أو الخط ده ممكن يطلع منه تفرعات، أو شكل حلقي. لحد هنا كلام سليم. طب إيه علاقة الرابطة الهيدروجينية بدرجة الغليان؟ والله يا مستر الجزيئات لو ربطت مع بعضها بروابط هيدروجينية فده معناها إن درجة الغليان هتزداد، يبقى إذن وجود الروابط الهيدروجينية بيزود من درجة الغليان. برضه علشان تاخد بالك إن وجود الرابطة الهيدروجينية بيأثر على الخواص الفيزيائية جدا. زي مين بقى الخواص الفيزيائية؟ زي مثلا عملية الذوبان في الماء. رقم اتنين زي مثلا درجة الغليان، وزي مثلا بعض المركبات اللي هتكون صلبة درجة الانصهار. يبقى وجود الرابطة الهيدروجينية بيزود من التلاتة دول. لما انت تقدر تعمل روابط هيدروجينية فده معناها ان الإذابة في الماء هتكون أسهل، وبرضه هتلاقي ان درجة الغليان بتاعتك بتكون عالية جدا، ودرجة التجمد بتاعتك هتكون قليلة جدا، ودرجة الانصهار بتاعتك هتكون عالية جدا بسبب وجود الروابط الهيدروجينية. طب احنا دلوقتي اتفقنا وقلنا الرابطة الهيدروجينية بتتكون امتى؟ بتتكون لما الهيدروجين يقع بين ذرتين اعلى منه في السالبية الكهربية، ومش بس كده كمان لازم يكون رابط برابطة تساهمية قطبية مع أحد الذرات. حلو.
تعالى بعد كده لما نبدأ نبص على الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية دي بتيجي نتيجة إيه؟ نتيجة تجاذب. طب التجاذب ده ما بين مين؟ ما بين السحابة الإلكترونية، حلو حلو، والأيون الموجب. لحد هنا احنا كده عرفنا الرابطة الفلزية. طب بتتكون ازاي؟ هنيجي نبص مع بعض دلوقتي. هتلاقي عند سيادتك كده ادي الفلز، هتلاقي هنا ان تكوين الفلز بيكون عامل ازاي. هتلاقي جوه الفلز هنا في بعض الذرات، زي مثلا لو هنتكلم عن الصوديوم ان ايه، الصوديوم ان ايه، الصوديوم ان ايه. طيب فين بقى السحابة الإلكترونية؟ ما هو بيقول لي لسيادتك خد بالك إن الصوديوم ده له إيه؟ الصوديوم له إلكترون حر في المستوى الخارجي. الإلكترون الحر ده يقدر يعمل حاجة زي سحابة إلكترونية. السحابة الإلكترونية دي تجبرك إن أنت بدل ما أنت إن إيه تبقى إن إيه موجب. طيب والسحابة الإلكترونية معناها إن هي سالب. فدلوقتي لما يكون عند سيادتك سالب وموجب بيحدث تجاذب بين الأيون الموجب والسحابة الإلكترونية. طب السحابة الإلكترونية تكونت بسبب مين؟ بسبب إن أنت عندك إيه؟ عندك إلكترونات حرة بتقدر تتحرك براحتها، فبالتالي تعمل لك سحابة زي غيمة كبيرة حوالين الأيونات الموجبة، وبالتالي يحدث بين الأيون السالب والأيون الموجب، أو السحابة الإلكترونية والأيون الموجب يحدث بينهما تجاذب. التجاذب ده بقى بنقول عليه روابط إيه؟ روابط فلزية. حلوة قوي. طيب الرابطة الفلزية دي هتسبب لي إيه؟ أولا هتخلي سيادتك كده صعب إن أنت تتقطع أو صعب إن أنت تتخربش، يعني بتخليك صلب. حلو. طب علشان نقدر نحدد الخواص اللي هتيجي من الرابطة الفلزية لازم يبقى عندنا حاجة اسمها مقياس موس، أو بنقول عليه موهس بس اله ما بتتنطقش. المقياس ده عبارة عن سكينة. السكينة دي البداية بتاعتها بيكون فيها سنسور أو حساس يقيس درجة المقاومة بتاع العنصر لما نيجي نقطعه أو نخربشه. فبيبدأ مثلا بواحد، واحد يعني العنصر ده يتخربش أو يتقطع بسهولة، وممكن يبقى اتنين أو تلاتة أو أربعة، وكل ما الرقم ده يزيد في المقياس معناها إن الصلادة بتاعتك عالية جدا. فنيجي مثلا نشوف الـ NA وعندك الـ MG وعندك الـ AL، هنلاقي إن السحابة الإلكترونية بتاع الـ NA بتيجي بسبب إلكترون واحد، الام جي 2 الكترون، والكلام ده حفظه يا جماعه، الاي ال 3 الكترون. فهنا يقول لي لسيادتك خد بالك ان هتلاقي الان ايه اعلى او اقل من الام جي واقل من الاي ال. في مين؟ في قوه الرابطه. ليه بقى؟ لان احنا قلنا ان الرابطه عباره عن تجاذب بين السحابه الالكترونيه والايون الموجب. فالسحابة الإلكترونية هنا مكونة من إلكترون واحد، هنا مكونة من اتنين، هنا مكونة من تلاتة، يبقى قوة التجاذب بتعتمد على عدد الإلكترونات الحرة المكونة للسحابة. فكل ما عدد الإلكترونات الحرة يزيد معناها أن قوة الرابطة الفلزية تزداد، ومعاها بعض الخواص الفيزيائية زي الصلادة أو الصلادة. وكلمة الصلادة معناها ان العنصر ده يتخربش بصعوبة جدا، كل ما تزيد كل ما الخربشة تزيد او كل ما صعوبة الخربشة للعنصر ده تزيد، يعني ما يتخدش بسهولة. تعال بعد كده وبرضه لما يجي يقول لي لسيادتك كده في جنب بسيط، لما يقول لك انا عندي هنا ان الـ NA لقيت ان هو طري، والـ AL لقيت ان هو يقول لي لسيادتك كده اكثر صلابة، فده بسبب ايه بقى؟ علل. النقطة اللي بعد كده طبعا الروابط الكيميائية، ودي تعتبر الموضوع الرئيسي بتاع الباب او الموضوع اللي المفروض احنا هنهتم بيه قوي في الباب ده. بداية علشان تبقى عارف
احنا قلنا ان الروابط الكيميائية بتيجي نتيجة فقد واكتساب او مشاركة بالالكترون، ولكن قلنا ان الروابط الفيزيائية زي ما قلنا في بداية الفيديو، الروابط الفيزيائية بتبقى تجاذب دون فقد واكتساب او مشاركة بالالكترون. تعال بقى كده زي الشاطر، الرابطة الايونية بتتكون ازاي؟ دي عبارة عن تجاذب، ينهر ابيض، إذن هي رابطة فيزيائية؟ لا. ليه بقى؟ لأن التجاذب ده هيجي نتيجة إن أنت عندك أيون موجب وأيون سالب. الأيون الموجب يعمل تجاذب مع الأيون السالب نتيجة فقد واكتساب إلكترون. إذن الرابطة الأيونية هي رابطة تنشأ نتيجة تجاذب، والتجاذب ده هيقول لي لسيادتك إن هو تجاذب إلكترو استاتيكي. حلو. بين الأيون الموجب والأيون السالب. طب تعالى كده لما نشوف إزاي الرابطة دي بتتكون، وبرضه في شق تاني في التعريف أنا عايزك تاخد بالك منه، هنتكلم فيه بعد لما ناخد مثال. إحنا دلوقتي هنتكلم في الـ NaCl، عايزين نعرف مركب الـ NaCl بيتكون إزاي. فجي يقول لي لسيادتك آدي عندنا الـ Na وادي عندنا الCl. الـ Na لما يفقد إلكترون هيتحول إلى Na موجب، والCl لما يكتسب الإلكترون يتحول إلى Cl سالب، وما بين الموجب والسالب يحدث إيه؟ هيحدث تجاذب. التجاذب ده هو، يبقى أنا دلوقتي عندي تجاذب ما بين مين؟ ما بين الموجب والسالب. التجاذب ده تجاذب كهربي، أو بنقول عليه تجاذب إلكترو استاتيكي. وكلمة استاتيكي يعني ده موضعي، بيحصل في الحتة دي، يعني ما بيتحركش. من الآخر، طيب طب دلوقتي أنا عندي إن الـ Na هنا فلز والسي ال لا فلز، وأنا دلوقتي عملت عملية فقد للإلكترون والسي ال عمل عملية اكتساب للإلكترون، فنشأ أيون موجب وأيون سالب ما بينهم تجاذب بنقول عليه تجاذب الكتروستاتيكي، اللي بالعربي هي دي الرابطة الأيونية. طب إيه اللي خلانا أقول عليها أيونية؟ ليه ما نقولش إن هي مثلا تساهمية؟ يقول لك لأن هنا أنا عندي فرق السالبية أكبر من 1.7، يبقى أنا دلوقتي عندي فلز وعندي لا فلز، ده الشرط الأولاني، بس لازم يكون فرق السالبية ما بينهم كام؟ أكبر من 1.7. لحد هنا كلام بسيط. طيب بالتالي بقى تلاقي عند سيادتك هنا ثلاث ملحوظات، أو هتلاقي عند سيادتك كده بكل بساطة في ثلاث مركبات نقدر نكونهم مع بعض. المركب الأولاني عندك NaCl، المركب الثاني MgCl2، المركب الثالث AlCl3. ركز معايا، هيقول لي لسيادتك احنا لقينا ان الـ NaCl اكبر، او الرابطة الايونية فيه اقوى من الـ MgCl2، والرابطة اللي في الـ MgCl2 اكبر من الـ AlCl3. طب ده ليه يا مستر؟ بسبب فرق السالبية. لو جينا نشوف فرق السالبية هنا ما بين الـ Na والCl هنلاقيه 2.1، وفرق السالبية ما بين الـ Mg والCl ال 1.8. أما فرق السالبية ما بين الـ Al والCl3 1.5. وكل ما فرق السالبية يزيد ده معناها إن الخواص بتاعتك تزداد، والخواص بتاعتك زي الذوبان في الماء، وزي درجة الغليان، وزي درجة الانصهار. خلاص كده؟ حلو. ومش بس كده، ده كمان هيقول لي لسيادتك ان انا عندي، ركز معايا في النقطه دي عشان النقطه دي مهمه جدا، ان انا عندي المركب ده يعتبر تساهمي. طب ليه بيقول لي لسيادتك عليه تساهمي؟ علشان فرق السالبيه فيه اقل من 1.7، ولكن هو جاي من فلز ولا فلز. طيب كمان حاجه هيقول لي لسيادتك ان المركب ده لما يجي يتحول من صلب لسائل ثم غاز بيعمل حاجه اسمها تسامي، يعني بيتحول من صلب الى غاز مره واحده،
وما بيحولش على الحالة السائلة، وده بسبب إن فرق السالبية ما بين الـ AL والـ CL 1.5. لحد هنا كلام سهل وكلام بسيط خالص. لما يجي يقول لي لسيادتك بقى علل ليه درجة غليان الـ NaCl أعلى بكتير من الـ MgCl2 بسبب فرق السالبية. طيب ركز معايا دلوقتي، احنا خدنا من شوية ان الرابطة الفلزية بتاعة الـ Na أضعف بكتير من الـ Mg، بس دي رابطة فلزية، ولكن هنا دي رابطة أيونية، يعني دي موضوع ودي موضوع تاني خالص. فأنا دلوقتي أقول لسيادتك معلومة بسيطة وسؤال خبيث قوي. لما أجي أقول لسيادتك الرابطة في الـ Mg أكبر من الـ Na، وعندي الرابطة في الـ Na أكبر من الـ Mg، فدي معناها إيه بقى؟ دي معناها بكل بساطة إن الـ Mg أكبر من الـ Na، ده من حيث الروابط الفلزية. يبقى هو بيكلمك في الأولانية هنا بسبب الرابطة الإيه؟ الفلزية، وده لأن السحابة الإلكترونية بتاعة الـ Mg بتتكون من 2 إلكترون، أما السحابة الإلكترونية بتاعة الـ Na بتتكون من إلكترون واحد. طب إمتى الـ Na أو روابط الـ Na تبقى أكبر من الـ Mg؟ ده لو أنا كونت رابطة أيونية وربطت الـ Na بالـ Cl والـ Mg بالـ Cl، فهنلاقي إن فرق السالبية ما بين الـ Na والـ Cl 2.1، أما فرق السالبية ما بين الـ Mg والـ Cl 1 أو 1.8. وكل ما فرق السالبية ما بين الفلز واللا فلز بيزداد، ده معناها إن قوة الرابطة الأيونية بتاعتك تزداد، طالما أنت أكبر من 1.7 بشكل عام، وإن الرابطة جاية من فلز ولا فلز. لحد هنا كلام بسيط، وبكده نكون خلصنا الرابطة الأيونية. تعال نخش بعد كده في الرابطة التساهمية. الرابطة التساهمية دي بتيجي نتيجة الربط بين لا فلز مع لا فلز. طيب في الرابطة الأيونية كان عندي إيه؟ كان عندي فقد واكتساب الكترونات، انما انا هنا عندي لا فلز وعندي لا فلز تاني، يعني ده عاوز الكترون وده عاوز الكترون. فيقول لي لسيادتك احنا هنريح الدنيا كلها ونعمل حاجه اسمها مشاركه بالالكترونات. يبقى انا دلوقتي بما ان لا فلز عايز اكتسب الكترون وانت لا فلز عايز تكتسب الكترون، فنعمل احنا الاتنين جمعية او مشاركة بالالكترونات. طيب بس خد بالك ان انا هنا عندي فرق السالبية في الايوني كان اكبر من 1.7، هنا هنلاقي ان فرق السالبية هيكون اصغر من 1.7. طيب عندي انواع للرابطة التساهمية، كم نوع؟ 3. النوع الاولاني تساهمية نقية، ودي بتيجي نتيجة إن أنا عندي لا فلز هيربط مع نفسه، فبالتالي يكون عند سيادتك فرق السالبية بيساوي كام؟ بيساوي 0. طب الغير قطبية، بيكون عندي هنا لا فلز زي مثلا الكربون هيربط مع لا فلز غيره اللي هو مثلا الهيدروجين، طب فرق السالبية كام؟ فرق السالبية بيكون أكبر من 0 لحد 0.4. طب حلو قوي، ودي خد بالك مركبات معينة كده في الكيمياء اسمها مركبات الهيدرو كربون، ودي جاية نتيجة ارتباط الكربون مع الهيدروجين فقط. فركز علشان لما اديك مثال كده، زي مثلا مين؟ زي مثال C2H4 او C2H2 او C2H مثلا او C3H4. ركز في النقطة اللي جاية دي، الروابط القطبية، ودي بتكون ان انت عندك لا فلز هيربط مع لا فلز، بس فرق السالبية هنا كان كام؟ 0.4. دي بتبقى من اول 0.4 لحد 1.7، وبتبقى اصغر من 1.7 عشان نحقق الشرط البدائي او الشرط الاولي.
طب كلمة قطبية معناها إيه؟ زي مثلا لما نربط الأكسجين مع الهيدروجين في الماء، هنلاقي إن فرق السالبية ما بين الأكسجين والهيدروجين أكبر من 4 من 10 وأقل من 1.7، فنقول إن دي تساهمية قطبية. خلاص؟ ودي معناها إن هنلاقي الهيدروجين بيتكون عليه رابطة جزيئية موجبة أو أيون جزيئي موجب، وإن الأكسجين هياخد أيون جزيئي سالب. طيب، لحد هنا كلام سليم وكلام بسيط جدا. إيه بقى الصعب لحد دلوقتي؟ أنا عايز أفسر عملية المشاركة بالإلكترونات بتتم إزاي؟ إحنا هنا في الأيوني كنا بنقول إن الفلز يفقد واللا فلز يكتسب. الفلز لما يفقد يتحول إلى أيون موجب كامل، واللا فلز لما يكتسب يتحول إلى أيون سالب كامل، وبالتالي يحدث تجاذب ما بين الموجب وما بين السالب، والتجاذب ده تجاذب إلكتروستاتيكي بنقول عليه رابطة أيونية، وإن فرق السالبية لازم يكون أكبر من 1.7 علشان تاخد خواص أيونية، زي الإذابة في المية بتكون عالية، وزي درجة الغليان عالية، ودرجة الانصهار عالية، وما بتعملش تسامي. طيب، تعالى بعد كده جينا في الرابطة التساهمية، قلنا ان فرق السالبية ما بين العنصرين اللي هيربطوا مع بعض لازم يكون اقل من 1.7، وقلنا ان العنصرين لازم يكون لا فلز ولا فلز، ولازم يعملوا مع بعض مشاركة بالالكترونات. انا مش فاهم حتة المشاركة دي هتيجي ازاي، ولقينا ان عندي 3 انواع للرابطة التساهمية، يا اما نقي او غير قطبي او قطبي. تعالى بعد كده لما نشوف النظريات اللي هتوضح الروابط التساهمية، هنلاقي عند سيادتك هنا 3 نظريات. النظرية رقم 1 اسمها نظرية السمانيات، والتكملة بتاعتها نظرية فيزبر، اللي هي نظرية تنافر أزواج الإلكترونات أو أزواج ارتباط الإلكترونات بتاعة التكافؤ. النظرية اللي بعد كده اسمها نظرية رابطة التكافؤ، نظرية رابطة التكافؤ، وهناخد النظريات دي ونفسرها واحدة واحدة دلوقتي. النظرية الأخيرة اسمها نظرية الأوربيتالات الجزيئية، ودي الخاصة بسيجما وباي ودلتا، وفي بعض الأوربيتالات مش هنتكلم فيها دلوقتي لأن مش قصة الباب ده. طب تعالى كده ركز معايا، في التوزيع الثماني معناه إيه؟ الراجل اللي عمل التوزيع الثماني ده كان لويس، قال لي لسيادتك جملة مشهورة قوي، أنا هوزع كده التوزيع القديم بتاع الإعدادي اللي هو 2-8، فدول 7 يبقى 2-5، إذن المستوى الأخير دلوقتي فيه كام؟ فيه 5، فإحنا هنوزع كده نقول له إن وحواليها 5 إلكترونات، 1-2-3-4-5. طب ال5 إلكترونات دول بيدلوا على إيه؟ بيدلوا ان المستوى الاخير فيه 5 إلكترونات. طب الاتنين دي بتدل على ايه؟ ان دي الكترونات داخلية انا ماليش علاقة بيها. طيب تعال نوزع كده الاوتو، هنوزعه بالتوزيع الجديد بتاعنا بقى، فيقول لي لستك معانا ايه؟ معانا 1s2 2s2 2b، طبعا 2 و2 4 ناقص 8 ناقص 4، يبقى انا كده 4، ادي المستوى الاخير اهو، المستوى الرئيسي الاخير. كان ممكن اعمل كده اقول له 2-6 واخد الستة وزعهم، او هنا برضو الستة وزعهم، يبقى انا كده عندي الاو، ركز معايا كده الله يسترها معاك، 1-2-3-4-5-6، ده كده التوزيع النقط او التوزيع الثماني النقط. طيب تعالى هنا للان 11، لما تيجي توزعه نيون 10 بعد كده 3s1، ادي المستوى الاخير فيه كام؟ فيه الكترون واحد، فلما تيجي توزعه زي الشاطر يبقى عند سيادتك ادي ال ان ايه وحوالين منها هنا يبقى الكترون واحد. السي ال 17 هتقول له نيون 10 بعد كده 3s2 3b5، يبقى المستوى الاخير هنا فيه 7. كان ممكن على فكره نوزعهم كده اهم 2-8-7، يا إما كده يا إما كده براحتك مش هيتفرق معانا. دلوقتي المستوى الأخير فيه كام؟ 7، فهنكتبه بالطريقة ده اهي، سي ال
ودلوقتي حوالين منه 7 الكترونات، 1 2 3 4 5 6 7. التوزيع اللي قدام سيادتك ده او ده او ده او ده اسمه التوزيع النقطي للويس وقصيل، اللي هنبدأ من خلاله نبدأ نفهم كده نظرية السمانيات. طيب ركز معايا كده، نظرية السمانيات عايزة تقول ايه بقى؟ انا هقول لك الملخص بتاعها قبل ما نبدأ فيه. مبدئيا انا عايز اعرف كل عنصر لا فلزي لو حب يشارك بالالكترونات يشارك بكم الكترون. بسيطة، الراجل اللي عمل النظرية دي كان اسمه لويس، وكان معاه عالم تاني اسمه قصيل. لما عمل النظرية ده الغرض الرئيسي منها اننا نعرف كل عنصر عايز يشارك بكم الكترون. هو مش عاوز يشارك بكم الكترون، هو الراجل بيقول لي لسيادتك اسمها السمانيات علشان كل عنصر بعد الارتباط اخر مستوى فيه يكون فيه 8. فتعالى كده لما نيجي نشوف هنا ال NH3، انا لسه ما اتكلمتش في التعريف، وانا اقصد ان انا ما اتكلمش في التعريف غير بعد لما ناخد المثال. اولا علشان نفسر تكوين المركب ده لازم الاول نكتب التوزيع السماني لكل واحده من دول. فهنيجي مثلا عند ال N اهي، ادي ال N التوزيع السماني بتاعها 1 2 3 4 5، او التوزيع النقطي بتاعه، واحنا اتكلمنا في التوزيع النقطي وفهمناه. طب الهيدروجين، الهيدروجين ادي H فيها الكترون واحد، ادي H فيها الكترون واحد، ادي H فيها الكترون واحد. يقوم ايه اللي بيحصل؟ انا عايز ال N بعد الارتباط يكون فيها 8 الكترونات في المستوى الاخير، فهنا فيها 5، تقوم هي عاوزه 3 فتشارك بيهم. انا شاركت بواحد يرجع لاتنين، شاركت بواحد يرجع لاتنين، شاركت بواحد يرجع لاتنين، يبقى انا شاركت بتلاتة يقوم يرجعوا لي بستة زائد الاتنين اللي متفضلين عندي، يبقى انا دلوقتي عندي 8 الكترونات. ما فهمتش المثال ده مصر. بص المثال اللي بعد ال HCl، لما نيجي نشوف مع بعض كده ال Cl هتلاقي ان التوزيع النقطي لل Cl كام؟ حوالين منه 7، ادي 1 2 3 4 5 6 7، وادي عند سيادتك كده ال H حوالين منها كام؟ حوالين منها 1. طب ال Cl عاوز كام عشان يوصل ل8؟ عشان يوصل ل8 الكترون محتاج الكترون واحد يقوم يشارك بيه. لما يشارك بالالكترون ده يرجع له ب2 وبقى عنده 8. اهي دي النظرية، النظرية بتقول لي لسيادتك ان اي عنصر بعد الارتباط لازم المستوى الاخير فيه يكون بيحتوي على 8 الكترونات ما عدا الهيدروجين والليثيوم والبريليوم. وده كده يكون التعريف. طب ما تيجي نفسر كده مع بعض الاو 2، ادي عندي التوزيع السماني للاو، هتلاقي فيه 6 الكترونات، 1 2 3 4 5 6. طيب تعالى كده لما نرسم دي علشان يبقى سهل في الرسم، وادي 6. طب الاكسجينة التانية برضو نفس التوزيع السماني، 1 او التوزيع النقطي، 2 3 4 5 6. طب دلوقتي 6 عشان اوصل لرقم 8، عشان اوصل لرقم 8 محتاج كم الكترون؟ محتاج اشارك ب2، فدي تشارك ب2 ودي تشارك ب2، يقوم بعد لما خلصت هتلاقي ان دي بقى حواليها 8 الكترونات ودي برضو بقى حواليها 8 الكترونات. طب ليه ما تشاركش بواحد؟ وهنا لو شاركت بواحد يبقى انا كده بقى عندي 7 الكترونات، نقوم نشارك ب2 عشان نوصل للتركيب السماني. يبقى من الاخر ناتج التعلم من نظرية السمانيات مهم جدا وهيزنقك فيها في الامتحان، ومش هتعرف تحلها لو انت ما سمعتش الشرح ده كويس. نظرية السمانيات بتهدف الى ان انا ابقى عارف كل عنصر المفروض يشارك بكم الكترون عشان يوصل للتركيب السماني في المستوى الاخير. اذا دلوقتي هنا جميع العناصر بعد الارتباط مالها يا مستر؟ بتوصل ل 8 الكترونات في المستوى الاخير.
بس ما عدا مين؟ ال ال اي والبي اي والاتش. التلاتة دول بعد لما يعملوا ارتباط مش هيوصلوا الرقم 8 ابدا. طب ايه هي عيوب النظريه؟ عيوب النظريه ظهرت لما جينا نفسر البي سي ال 5، لقينا هنا ان البي هيرتبط بسي ال وسي ال وسي ال وسي ال وسي ال، اصبح البي حوالين منها كام الكترون؟ حوالين منها 10 الكترونات. طب انت كنت بتقول انا عايز اوصل للتركيب الثماني، يعني لما يبقى عند سيادتك 10 الكترونات فكده في حاجه غلط. لا كده مفيش حاجه غلط، المركب اتكون وخلاص. امال ايه اللي غلط؟ ان النظريه للاسف ما قدرتش تفسر بعض المركبات. فكان اول عيب يقابلنا في النظريه دي اللي هو ايه بقى؟ عدم تفسير كل المركبات. يبقى انا دلوقتي ما قدرتش افسر كل المركبات. رقم 2، عدم تحديد قيم الزوايا. انا مش عارف الزاويه ما بين الاوربيتال هنا كام او هنا كام او هنا كام، بالتالي عدم تحديد قيم الزوايا او الشكل الهندسي. لذلك بقى نظريه الثمانيات كان ليها تكمله، التكمله دي اسمها نظريه فيسبر. والنظريه دي بتدرس ايه؟ بتدرس تنافر ازواج الكترونات التكافؤ، سواء بقى انت كنت ايه، سواء الازواج دي حر او كانت ايه، او كانت مرتبط. وكلمه حر ومرتبط يقدر يخلينا ناخد الشكل العام للثمانيه او الشكل العام للجزيئات. الشكل العام اللي قدامك ده بنقدر ناخد اي مركب تساهمي ونحوله للشكل ده، فيبقى عند سيادتك الايه عباره عن ذره مركزيه، وعند سيادتك الاكس عباره عن ذره طرفيه، وعندك الان عدد الذرات الطرفيه او ازواج الارتباط، وعندك الاي دون كده عباره عن ايه؟ الزوج الحر. طب الام دي عباره عن عدد الازواج الحره. طب تعالى كده لما ناخد المركبات اللي قدامنا ونحولها للشكل ده، لما تيجي تاخد البي اف 2 هيقول لي لسيادتك الرمز بتاعه ايه؟ اكس 2. طيب لما نيجي ناخد البي اف 3 هيقول لي لسيادتك الرمز ايه؟ اكس 3. معنى كده ان هي ما بتحتويش على ازواج حره. لما نيجي ناخد الاس او 2 يبقى دي ايه؟ اكس 2 اي. طب الاي هنا ظهرت ليه؟ علشان انا عندي زوج حر. طب لما نيجي ناخد السي اتش 4 يبقى ايه؟ اكس 4. طب الان اتش 3 وعليها زوج حر يبقى ايه؟ اكس 3 ومعاها وحده اي. يبقى الاي اللي معاك ده اهي بتقول ان انت عندك زوج حر. طب لما نيجي ناخد جزيء الميه يبقى ايه؟ اكس 2 اي 2. يبقى انا دلوقتي حولت شكل المركبات او الجزيئات الى الصيغه العامه اللي انا لسه بكلم سيادتك فيها. خلاص؟ طيب تعالى بعد كده علشان الموضوع هيبقى اسهل من كده. الاي اكس 2 ده نقدر نرسمه ازاي؟ نقدر نرسمه في شكل فراغي بنقول عليه خطي، او ترتيب ازواج الارتباط والحر برضه هيدينا الشكل الخطي. وطبعا الشكل الخطي الزاويه فيه بتبقى 180، ومش قصه الزاويه دلوقتي. طيب الـ AX3 هيديك في الشكل الفراغي مثلث مستوي، وبرضه هيديك في ترتيب الأزواج برضه مثلث مستوي. وأنا هقول لسيادتك في النهاية ملخص كبير للجدول ده علشان بس الدنيا ما تبقاش صعبة عليك. طب الـ SO2 هيديك في الشكل الفراغي شكل زاوي، أو بنقول عليه شكل V. طب يديك في ترتيب الأزواج إيه؟ يديك في ترتيب الأزواج مثلث مستوي. طيب او يديك شكل مثلث. السي اتش 4 يديني شكل رباعي الاوجه، او شكل برضه رباعي الاوجه في ترتيب الازواج. طب الان اتش 3 اللي عليها 2 الكترون هيديني هنا في ترتيب الذرات او الشكل الفراغي يديني هرم. طيب وفي الشكل بتاع ترتيب الازواج يديني شكل رباعي. طب الميه اللي هي اي اكس 2 اي 2
يدي لك هنا شكل زاوي، أيوة زي الاس او 2، أو يديني في ترتيب الأزواج يديني شكل رباعي الأوجه. بالمناسبة يا جماعة، أنا عارف إن الجدول ده هتلاقي بعض الناس بتشرحه وبتبدأ ترسم لك الأشكال وتدي لك الأشكال الهندسية وتعلمك إزاي ترسمها وكلام من كده، بس أنت مش هتستفيد بيها لأن هي مفيش تعمق فيها أوي في المنهج بتاعك. فأنا عايزك تعرف الجدول اللي قدام سيادتك ده فقط، ومش عايزك تعرف أي حاجة تانية فيه. وعلى فكرة كده المعلومة مش سطحية ولا حاجة، لأن مفيش تعمق كبير في المنطقة دي. تعال بقى لما نشوف الجدول اللي قدامك مبدئيا. لو لقيت الشكل العام بتاعك بيحتوي على أزواج حرة، فإذا المركب ده أو الجزيء عموما جزيء قطبي وله شكلان مش شكل واحد. طب لو ما كانش فيه أزواج حرة يبقى المركب ده غير قطبي، وهتلاقي إن ترتيب الأزواج أو الشكل الفراغي هتلاقيهم شكل واحد. طب ركز بقى كده، بيقول لي علل تختلف قيم زوايا أو تختلف قيم الزوايا في الجزيئات. يبقى قولا واحدا بسبب الإلكترونات الحرة والتنافر المسبب له، أو التنافر اللي هيجي من وراه. يعني مثلا هنا هتلاقي عند سيادتك إيه؟ هتلاقي عند سيادتك اتنين زوج حر، هنا هتلاقي زوج حر واحد، هنا مفيش. فيقوم يقول لي لسيادتك إيه؟ كل ما الإلكترون الحر أهو، كل ما الإلكترون الحر يزداد يبقى إذن الزوايا تقل. فهنا 2 هتلاقي هنا الرابطة 105 أو الزاوية 105، وهنا الزاوية تلاقي 107 لأن عندي زوج واحد، وهنا الزاوية هتلاقي 109 أو 109.5 لأن ما عنديش. طيب وكل ما الزوج الحر يزداد التنافر بيزداد، بالتالي قيمة الزاوية بتقل. ونقدر ناخد ده في الرسمة اللي أنا هديها لك دلوقتي. يبقى لو أنا عندي حر مع حر هتلاقي فيه التنافر أكبر من حر مع مرتبط، هتلاقي فيه التنافر أكبر من مرتبط مع مرتبط. وكل ما كان الأزواج الحرة كتيرة ده معناها إن التنافر كبير، فالزاوية قيمتها تكون قليلة. بيقول لي لسيادتك يا مستر ليه مركب السي أو 2 غير قطبي؟ مبدئيا لما نيجي ناخد من بره كده، لما نيجي ناخد الشكل العام ده هتلاقيه ايه اللي هي السي اكس 2، وطبعا مفيش اي ازواج حره. ولو عايز تعرف الازواج الحره موجوده ولا مش موجوده وعددهم كام، فتقدر تعمل التوزيع النقطي بعد كده تعمل مشاركه. يعني مثلا الان اتش 3 بعد لما خلصنا وشاركت بتلات الكترونات اتفضل زوج حر، فانا اقدر احصل على الرمز ده. طيب تعالى بعد كده لما نيجي نشوف بقى السي او 2، ادي السي فيها 2 الكترون و2 الكترون، وهنا 2 الكترون و2 الكترون، وادي الاو وهنا الاو. طبعا احنا خدنا ان الاو من شويه فيها 6 الكترونات، ده في المستوى الاخير او التوزيع النقط بتاعها وشرحناه في البدايه. فدي عايزه تشارك ب2 ودي عايزه تشارك ب2، اصبح دلوقتي ده حوالي 8 و8 و8. يعني كده انت بتتبع نظريه السمانيات صح، مفيش مشكله. ولكن ليه بنقول عليه غير قطبي؟ رغم ان ممكن الرابطه دي تبقى قطبيه انما الجزيء كله غير قطبي ليه؟ يقول لي لسيادتك لان محصله عزم الازدواج تساوي صفر. وايه محصله عزم الازدواج؟ يعني الاوضه اهي بتشد زي الاوضه اهي بالظبط، فمفيش قطبيه في المركب. وفي نفس الوقت بسبب عدم وجود الازواج الحره، ما هو الأزواج الحرة بصفر، طالما بصفر يبقى أنت كده غير قطبي. إيه النظرية اللي عليها الدور؟ ودي نظرية رابطة التكافؤ. نظرية رابطة التكافؤ هنا اعتمدت على حاجتين. رقم واحد، الأساس العلمي بتاعها كان إيه؟ الأساس العلمي بكل بساطة كان قوانين ميكانيكا الكم. وقوانين ميكانيكا الكم اللي إحنا خدناها في الباب الأول في الترم الأول كانت بتقول لسيادتك ان الالكترون يقدر يدور في اي منطقه من الفراغ حول النواه. علشان ما نطولش فيها، طب ايه المفاهيم الاساسيه؟ المفاهيم الاساسيه يا اما تداخل يا اما تهجين. طب ايه الفرق ما بينهم؟ تعال نشرحه سريعا، وبعد كده هنبدا نفسر الاتش 2 والاتش سي ال ونبدا نخش في المعمعه بتاعه الباب ده. مبدئيا لما نيجي نشوف التداخل هيقول لسيادتك ان انت عندك 2 اوربيتال، كل اوربيتال منهم خاص بذره معينه. يبقى انا عندي ذرتين، ادي الذره الاولى
وادي الذره الثانيه. الذره الاولى فيها الكترون واحد والذره الثانيه فيها الكترون واحد، يقوم يقربوا من بعض لحد ما يحدث ما بينهم تداخل، بنقول عليه رابطه تساهميه. يبقى اذا التداخل معناه ايه؟ معناه اقتراب اتنين اوربيتال من ذرتين مختلفين لحد ما بيحدث ما بينهم تداخل، وده بنقول عليه ارتباط تساهمي. طب ايه هو التهجين؟ بالمناسبه التهجين هو التداخل، بس تداخل في اوربيتالات ذره واحده بس. يبقى انا التداخل عباره عن ايه؟ عباره عن ذرتين مختلفين، اما التهجين اوربيتالات لنفس الذره. سريعا علشان ما نطولش في الموضوع ده، بيقول لي وضح تداخل كل من ال H2 وال HCl. طب انا دلوقتي عندي ادي ال H2 اهي، عندي H وعندي H، لما نيجي نوزع دي هتلاقي واحد S واحد، وتوزع دي هتلاقي واحد S واحد، فده كده اوربيتال فيه الكترون وده اوربيتال فيه الكترون. الشكل بتاع الاس بيكون شكل ايه؟ كروي. الشكل بتاع الاس بيكون شكل ايه؟ كروي. طب ركز كده، هنلاقي هنا ان انت عندك ايه؟ الكترون واحد، وهتلاقي عند سيادتك هنا ان انت عندك ايه؟ الكترون واحد. يقوم الاوربيتال ده يقرب من الاوربيتال ده، فتلاقي في النهايه الشكل بتاعك عامل كده، هتلاقي في النهايه الشكل بتاع سيادتك بقى عامل بنفس الطريقه دي. يبقى انا دلوقتي ادي عندي هنا ايه؟ بص كده ركز معايا، بقى عندي سيادتك هنا ايه؟ بقى عندي سيادتك هنا الكترون وهنا الكترون، وفي تداخل حصل اهو. التداخل ده بقى هو ده الرابطه التساهميه اللي نتجت. طيب تعالى كده نفسر ال HCl سريعا. هنلاقي ان ال H 1 S 1 يعني فيها ايه؟ الكترون واحد، يعني الشكل بتاعها بيكون شكل كروي اهو. تعالى نرسمه دايره منتظمه علشان خاطر يبقى شكله جميل، ولما نعمل التداخل ما يبقاش شكله وحش. وطبعا عندها الكترون واحد اهو زي ما انت واخد بالك اهو. يبقى انا رسمت، انا وزعت ورسمت الشكل الكروي بتاع الايه؟ الاوربيتال اللي هو الاس. طيب وعندي سيادتك هنا ايه؟ السي ال، لما تيجي توزعه هتلاقي في النهايه، طبعا احنا وزعناه من اول الشرح، وزعناه كذا مره ما فيش اي مشكله، فلما تيجي تبص في الاخر هتلاقي ان هو 3 ب 5. اذا عندي 3 اوربيتالات، هتلاقي الثلاث اوربيتالات ده مليان وده مليان ملوش لازمه، الاخير فيه الكترون واحد، فده اللي يقدر يعمل عمليه التداخل. طبعا الشكل بتاع السي ال بيكون شكل كمثري. خلاص؟ الشكل بتاع السي ال او الاوربيتال بتاع البي بيكون شكل ايه؟ كمثري بنفس الطريقه دي، وطبعا فيه الكترون واحد. فده يقرب من ده وده يقرب من ده لحد ما تلاقي في النهايه الشكل بتاعك عامل كده. عامل ازاي؟ عامل بالطريقه دي اهو. يبقى انا كده عملت ترابط ما بين الاثنين، يبقى حصل تداخل، ده قرب من ده وده قرب من ده. طب ايه اللي خلاهم يقربوا من بعض؟ ان ده فيه الكترون واحد وده فيه الكترون واحد، فاحنا عايزين نكون اوربيتال جديد فيه اتنين الكترون. فنعمل ايه؟ نعمل المفهوم الاولاني بتاعنا اللي هو التداخل. طب انا دلوقتي لو جيت اطبق الكلام ده على ال CH4 هل هينفع؟ تعال نشوف ازاي. اقول لو انا جيت دلوقتي اشوف التوزيع بتاع ال H، هو بالنسبه لل H مفيش مشكله لان ال H 1 S 1 ما عندهاش مشكله انها تعمل ترابط، انما بالنسبه لل C لما تيجي توزعها 1 S 2 2 S 2 يعني ده مكتمل، ده مكتمل وده مكتمل، اذا ما يعملوش ترابط. الأخير بقى 2 بي 2، فلما نيجي نوزعه هتلاقي كده بكل بساطة، ركز معايا علشان الجزئية دي مهمة قوي، ده فيه إلكترون وده فيه إلكترون. يبقى أنا دلوقتي قادر أعمل إيه؟ أنا دلوقتي قادر أعمل 2 رابطة. خلاص؟ يبقى أنا دلوقتي السي الواحدة تقدر ترتبط باتنين هيدروجين فقط. الله، بس انا عندي المركب فيه 4 هيدروجين، ده جم منين ولا اتكونوا ازاي؟ يقوم يقول لي لسيادتك ايه بقى؟ ما هو في هنا تكه صغيره بتحصل، ايه هي؟ مش انت قلت لي ان انت تقدر تعمل تداخل او تعمل تهجين طب ما تيجي نعمل تهجين. فالتهجين اللي بيحصل ازاي؟
احنا دلوقتي وزعنا السي بشكل مستقر، طب ما توزع السي مسار. فيقول لك السي مسار 1S2 2S1 3B3. فلما نيجي نشوف الاوربيتال اللي هنا فيه الكترون واحد، والتلات اوربيتالات اللي هنا فيهم ايه؟ التلات اوربيتالات اللي هنا فيهم تلات الكترونات. بس ركز معايا، الالكترون الاخير ده جه بسبب الاثاره. فانا دلوقتي عندي اربع الكترونات مفرد في الاوربيتالات الخارجيه، فدي تربط مع الهيدروجين، ودي تربط مع الهيدروجين، ودي تربط مع الهيدروجين، ودي تربط مع الهيدروجين. بس الكلام ده غلط. ليه؟ قلل سيادتك، لان هنا مفيش تماثل في الارتباط. مفيش تماثل ازاي؟ ما هو بص، الرابطه دي، الرابطه دي جايه بسبب ان انت عندك اس هيرتبط مع اس، ودي هنا بي مع اس، وبي مع اس، وبي مع اس، ده بتاعه الاوربيتالات. فاذا دي تبقى غلط. فقال لك خلاص احنا نلجا للشرط الثاني او للحاجه الثانيه، ان احنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر نعمل عمليه تهجين. طب التهجين اللي هيحصل، هناخد الاوربيتال ده اهو ويعمل تداخل قبل الارتباط الخارجي، يعمل تداخل مع دول. فاصبح كده عند سيادتك ايه؟ اصبح عند سيادتك، تعالى كده نشوفها، اصبح عندك اربع اوربيتالات جداد. الاربع اوربيتالات الجداد دول بقى يبداوا يعملوا ارتباط خارجي، والارتباط الخارجي هنا هيبقى ارتباط كله متماسك، ادي الكترون والتاني والتالت والرابع. ده بقى يربط مع الهيدروجين، وده يربط مع الهيدروجين، وده يربط مع الهيدروجين، وده مع الهيدروجين. طب التهجين اللي نتج جه بسبب ان انا عندي اوربيتال من الاس مع 3 من البي، فهيديني تهجين اسمه اس بي 3. وكده يبقى عند سيادتك هنا ادي الكربونه اهي هتربط مع الاتش، وتربط مع الاتش، وتربط مع الاتش، وتربط مع الاتش، بسبب ان انا عندي اربع اوربيتالات في تماثل تام. طب انت يا مستر علشان تقدر تعمل تهجين بتعمل ايه؟ لازم يكون عندي اوربيتالات نفس المستوى الرئيسي. طب لو مش نفس المستوى الرئيسي، خلاص دي بس اسمها 2 2 بي 3 عشان ما نتلخبطش فيها. طب لو مش نفس المستوى الرئيسي، يكونوا قريبين من بعض جدا في الطاقه، خلاص، علشان يقدروا ايه؟ يعملوا تهجين مع بعض. وقلنا التهجين عباره عن تداخل داخلي لنفس او اوربيتالات نفس الذره. حلو. فدلوقتي علشان تعرف السي اتش 4 اتكونت ازاي، لازم تعمل تهجين. طب لو انا ما عملتش تهجين، يبقى انت هنا هتقول لي ان السي تقدر ترتبط باتنين هيدروجين بس، فكده الرمز يبقى سي اتش 2، وطبعا ده غلط. طب ما انا اعمل اثاره بعد كده ارتبط بالهيدروجين بره، برضه هتبقى غلط. ليه؟ لان هنا هيبقى عندك 3، هيبقى عندك 3 بي مرتبطين مع 3 اس، وواحده اس مرتبطه مع واحده اس، يبقى الاربعه مش متماثلين. فهنا لازم نعمل تهجين علشان يبقى الاربعه الخارجيين اللي هيربطوا مع الذرات الخارجيه يبقوا نفس النوع او نفس الايه؟ او نفس المهجن او نفس كل حاجه، سواء بقى نفس الطاقه، نفس الطول، كل حاجه نفس الشكل. تعالى لما نفصل، لما نفسر مع بعض السي 2 اتش 4، مبدئيا كده علشان تبقى عارف المركب ده احنا نقدر نحوله لحاجه تانية، نقدر نحوله لسي اتش 2 وسي اتش 2. طب الاثنين دول هيربطوا مع بعض ازاي؟ هيربطوا مع بعض برابطه مزدوجه. طب انا عايز افسر بقى الرابطه المزدوجه دي ازاي بتحصل. بص يا سيدي، اولا احنا هناخد السي العادي، فالسي العادي هيقول لي لسيادتك انت عندك 1S2 2S2 2B2، فكده هتلاقي ان البي عندها كام اوربيتال؟ هتلاقي ان البي بكل بساطه كده عندها 3 اوربيتالات، بس الثلاث اوربيتالات اللي عند سيادتك فيهم كام الكترون؟ فيهم ادي الكترون وادي الالكترون الثاني، يعني تقدر تربط دي باتش ودي باتش. حلو. يعني السي تقدر تعمل رابطتين اثنين. طب دي جت منين؟ ما انا لازم افهمها، احنا دلوقتي ده التفسير بتاع دي. طب دي جت منين؟ قال لك اذا الكربونه ما تقدرش ترتبط بحاجه خارجيه الا اذا عملت نوع معين من التهجين. طب اللي فاتت عملت تهجين من النوع اس بي 3، هل دي هتعمل نفس نوع التهجين؟ لا. امال دي تعمل ايه؟
تعمل نوع تاني من التهجين. فهنا هناخد السي ونعمل لها إثارة الأول، فتدينا إيه؟ 1S2، 2S1، 2B3. ولما تيجي تشوف هنا الأوربيتالات، يبقى إذن الأوربيتالات تربط بقى، بما إن الموضوع كده، خلاص إيه؟ أدي إلكترون إلكترون إلكترون، فيربطوا بقى؟ لا، أمال لازم تروح تعمل نوع من التهجين الأول، يبقى السي 1S2، شوف بقى، الإس ده إيه؟ هتعمل تداخل مع 2 من دول اهم، يبقى التداخل هيتم هنا، يقوم عند سيادتك هنا 3 اوربيتالات مهجنه. طب اللي فات كان كام؟ اللي فات يا مستر كان 4، انما هنا 3. طب الثلاثه دول ركز معايا اسمهم ايه؟ الثلاثه اللي عند سيادتك دول هيبقى اسمهم SB2، SB2. امال اللي فاتوا دول كان اسمهم ايه؟ كان اسمهم SB3، وده في مركب CH4 اللي هو الميثان. ركز معايا، وطبعا ما تقلقش في الامتحان لو جه يقول لك فسر هيدي لك الامثله اللي انا قايل لك عليها دي، خلاص. غير الامثله دي هيدي لك حاجه كده في النهايه يقول لك انا عايز اعرف نوع التهجين لاي ذره بشكل عشوائي كده، وده انا سايبها لك في اخر الفيديو هقول لك السر بتاعها. طب ركز معايا كده، بعد كده اتفضل لي هنا اوربيتال اسمه 2B زد وبرضه فيه الكترون. طب حلو، طب انا دلوقتي بقى عندي ادي هنا السي، لما يجي يربط بالاتش ويربط بالاتش، وهنا ادي عندي سي هيربط بالاتش ويربط بالاتش. انا دلوقتي لما اجي ابص للربطه ده هي جت ازاي؟ هتلاقي جت من SB2 مع اس، ودي SB2 مع اس، وهنا SB2 مع S، وهنا SB2 مع S. طب كل كربونة فيها كم SB2؟ كل كربونة فيها 3 SB2، وهنا كل كربونة استنفذت كم؟ 2. اتفضل لي واحد يربطوا مع بعض. طب ال BYZ أو ال BZ دي 2BZ يعملوا كمان ربطة هنا، خلاص. يبقى ده هي جت من 2BY مع 2BY، وده هي جت من SB2 مع SB2. يبقى بص، SB2 ادي التلاتة، و2BY اهي، يبقى ادي المركب بتاع سيادتك. والمركب ده طبعا يديني شكل ايه؟ مثلث، ودي هنتكلم فيها دلوقتي واحنا بنقارن ما بين التلاتة. تعالى بقى اخر نوع من انواع التهجين، خلاص، اللي هو SB. المركب ده لو جيت تشوفه هتلاقي الشكل بتاعه عامل كده. عامل ازاي؟ عبارة عن CH وسي اتش، وهنا ثلاث روابط ما بين الاثنين. انا عايز افسر ازاي الثلاث روابط دول بيتكونوا زي ما فسرنا دي وعرفناه. فهتيجي توزع التوزيع العادي اهو، مفيش مشكله، التوزيع المسار ما فيهوش مشكله. بعد كده هتقول له بقى السي مهجن. طب السي هنا لما يجي يعمل تهجين يبقى 1S2. بعد كده هتلاقي ان الاس بيدخل، خد بالك بقى، واحد من الاس وواحد من البي، فكده اصبح عند سيادتك هنا ايه؟ 2، واصبح عند سيادتك 2. ايه الفرق اللي ما بينهم؟ لا، فرق شاسع. ليه؟ لان هنا ده مهجن من نوع SB، من نوع SB. اما ده لا، ده دي اوربيتالات عاديه لسه ما تهجنتش، اسمها 2BY و2BZ. طيب يا ترى بقى لما يبقى عند سيادتك هنا كربونه وكربونه والاثنين دول عايزين يرتبطوا ببعض، طبعا ده هيرتبط بإتش مفيش مشكلة، وده يرتبط بإتش مفيش مشكلة. طب أنا علشان أربط مع الإتش هنا خدت أوربيتال من الإس بي مع أوربيتال من الإس بتاع الإتش، طيب، ودي نفس الفكرة إس بي مع الإس، طب دي متفضل لها إس بي تربط مع الإس بي اللي هنا. طب دي متفضل لها أدي هنا إس بي ربطت مع إس بي. طب دي متفضل لها هنا مين؟ 2BY يربط مع 2BY اهو، دول يربطوا مع بعض. طب دي متفضل لها 2BZ ودي متفضل لها 2BZ يربطوا مع بعض. اصبح عندك الثلاث روابط اهم. يبقى انا دلوقتي عندي هنا الثلاث روابط فسرناهم اهو، وقلنا التهجين بتاعها بيبقى من نوعيه الاس بي. طب انا عايز بقى اعمل مقارنه يا مستر ما بين الثلاث انواع من التهجين. يعني انت كده خدتني في دوكه
عايز اقول بقى ايه الفرق ما بين الثلاث انواع من التهجين. مبدئيا الاس بي 3 بيحدث للمركبات اللي هي فيها روابط احاديه، الاس بي 2 بيحدث للمركبات اللي فيها ايه روابط ثنائيه، الاس بي بيحدث في المركبات اللي فيها روابط ثلاثيه. طيب علشان تبص في المنطقه دي، اول لما تعمل تهجين من النوع اس بي 3 هتلاقي الزاويه ما بين الروابط تقريبا بتبقى 109، هنا بتبقى الزاويه 120 ما بين الاوربيتالات، هنا هتلاقي الزاويه 180. طيب الشكل هنا هتلاقي الشكل اللي يتكون رباعي، الشكل نواه يكون مثلث، اما الشكل هنا يكون خطي. طيب عدد الاوربيتالات اللي هتعمل لك التهجين هنا عددهم 4، انما هنا عددهم 3، هنا عددهم 2. طب انا عرفت العدد ده منين؟ من معرفة نوع التهجين. ازاي يعني؟ ما هو بيقول لك نوع التهجين عبارة عن سيجما زائد الزوج الحر، فالعدد لو كان 2 يبقى التهجين اس بي، العدد لو كان 3 يبقى التهجين اس بي 2، العدد لو كان 4 يبقى التهجين اس بي 3. شايف؟ ودي تعتبر اهم معلومه في التهجين. تعالى بعد كده يقول لي لسيادتك بقى يعني ايه كلمه نظريه رابطه الجزيئات، خلاص، او رابطه او الاوربيتالات الجزيئيه. بص يا سيدي، الاوربيتالات الجزيئيه هنقول ان مثلا انا عايز افسر مركب زي السي 2 اتش 4، فإذا احنا هنعتبر ان المركب كله عبارة عن نواة كبيرة، بس جوه منه في أنوية متعددة بنفس الشكل اللي انت شايفه، وكل نواة من دول بتحتوي على الكترون. كل نواة من اللي قدام سيادتك دي جوه منها ايه؟ الكترون. علشان نكون الروابط بتاعة المركب بيحدث تداخل بين كل الأنوية اللي انت شايفها دي، وفي الاخر بينتج رابطه سيجما او رابطه باي، بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها اوربيتالات جزيئيه، بنقول عليها اوربيتالات ايه؟ جزيئيه. طب يا ترى يا مستر ايه الفرق ما بين سيجما وما بين باي؟ بسيطه، بص كده، ده كده اوربيتال وده كده اوربيتال، لو انا عملت تداخل ما بين الاوربيتال ده والاوربيتال ده، ده اسمه تداخل بالراس، فبنقول عليها رابطة سيجما. طب ما هو ده برضو، خد بالك، ده برضو اوربيتال وده برضو اوربيتال، لو انا خد بالك كده عملت ايه؟ تداخل ما بين ده من هنا ومن هنا كده، يبقى التداخل هنا تداخل بالجنب، فبنقول عليه ترابط باي. وطبعا سيجما اكبر في القوة من باي، وباي اكبر من سيجما في الطول، خلي بالك من دي علشان في الامتحان ما تقعش فيها. اخر حاجة بقى معانا في الباب ان شاء الله باذن الله، وهي الرابطة التناسقية. الرابطة التناسقية علشان تاخد بالك بتيجي نتيجة ايه؟ يعني مثلا تعالى كده ناخد مثال نفسرها بيه، ال NH3 وطبعا على زوج حر، وعرفنا الزوج الحر بنعرفه ازاي، زائد ال H موجب ودي فيها اوربيتال فاضي ما فيهوش اي حاجة، والاتش موجب بتيجي من الاحماض، يوم ايه اللي يحصل؟ الاثنين الكترون ده هما طبعا الناتج، علشان بس ابقى عارف، هيبقى ان اتش 4 موجب، ويربط مع اي حاجه سالب هنا مفيش مشكله. ولكن ركز معايا بقى في نقطه مهمه قوي، ازاي ده اتكون؟ انا طبعا عندي ان مرتبط بالاتش ومرتبط بالاتش ومرتبط بالاتش، طب الاتش الاخير ده هترتبط بيه ازاي؟ يقوم يقول لي لسيادتك الاثنين الكترون ده هما يخشوا جوه الاوربيتال برابطه تناسقيه، ويديني الشكل النهائي وطبعا عليه موجب، ادي الرابطه التناسقيه. ودي نوع خاص من الرابطه التساهميه، لان عندي ذره مانحه للالكترون وعندي ذره مستقبله للالكترون، او ذره هنا اهي مانحه للاوربيتال، خد لي بالك كده. طيب لحد هنا يا حبيب قلبي نكون كده خلصنا الحمد لله تعالى باب دسم جدا، وده باب الروابط. تحت في صندوق الوصف هتلاقي ثلاث حاجات، هتلاقي ملف البي دي اف الخاص بكل الشرح اللي احنا شرحناه، هتلاقي امتحان الكتروني يحدد مستواك ان شاء الله باذن الله تعالى، هتلاقي بنك اسئله الكتروني، وده طبعا بسعر رمزي جدا اللي حابب يشترك فيه،
وبس كده. كان معكم عمرو سالم، اشوف وشك على خير ان شاء الله باذن الله في الباب الثاني بنفس النظام او الباب الرابع بقى.